الآن آية واحدة ولا أبالغ تحل بها مشكلات العالم الإسلامي بأكمله مع ما يعاني. هذه الآية: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. التقوى مع الصبر طريق إلى النصر، والصبر مع المعصية ليس بعدها إلا القبر. معصية زائد صبر، هذا مو صبر، قهر اسمه. معصية زائد صبر ما بيدنا شيء. أعدائنا قوياء جدا ومقيمين على معاصي لا يعلمها إلا الله. المعاصي مع الصبر طريق إلى القبر.